شخصية سياسية اقتصادية واجتماعية فاعلة، استطاع خلال تاريخه العملي المميز أن يترك بصماته واضحة في مختلف المجالات، ليحصل في المقابل على العديد من الجوائز والشهادات العالمية في مختلف الأنشطة التي يمارسها، كما تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية تقديراً لجهوده وأعماله. إنه السيد محمد أبو العنين، رجل الأعمال المصري والرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي. يمتلك السيد أبو العنين شبكة قنوات صدى البلد التي أنشئت في فترة حساسة من تاريخ الوطن عقب ثورة 25 من يناير 2011، والتي تلعب دوراً كبيراً في إيصال الحقائق إلى المشاهد المصري والعربي، ما جعلها تنجح في وقت قصير للوصول إلى القمة كواحدة من أفضل القنوات المصرية. بدأ أبو العنين نشاطه الاقتصادي منذ السبعينات بالتجارة، وفي عام 1983 أنشأ أول مصنع في مدينة العاشر من رمضان، ليكون أول المصانع في مصر في مجال الصناعة الحديثة للسيراميك، ويتحول بعد ذلك إلى واحدة من أكبر الشركات المنتجة للسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية في العالم، والتي تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، وهي شركة سيراميكا كليوباترا، إحدى شركات مجموعة كليوباترا جروب. كما يعد رائداً في تعمير الصحراء، حيث يساهم من خلال مشروعاته في تحويل صحارى مصر وسواحلها إلى مجتمعات صناعية ومشروعات زراعية ومنشآت سياحية توفر آلاف فرص العمل للمصريين، لتصبح مثلاً يحتذى به للأجيال التالية من المستثمرين. تحيا مصر! وبالإضافة إلى ذلك، يشغل السيد أبو العنين العديد من المناصب الاقتصادية الهامة، من أبرزها منصب رئيس اتحاد المستثمرين العرب ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرية الياباني، كما كان عضواً بمجلس إدارة مجلس الأعمال المصرية الإيطالي في الفترة من 2006 وحتى 2012. وفي يوليو 2012 تم اختياره مستشاراً تجارياً واقتصادياً دولياً من المنظمة العالمية للتجارة الخدمات بالأمم المتحدة، تقديراً لإسهاماته الاقتصادية البارزة محلياً وإقليمياً وعالمياً. على المستوى السياسي، يحفل سجل السيد محمد أبو العنين بالمحطات والمواقف البارزة في الساحة السياسية المصرية بل والدولية أيضاً. بدأ أبو العنين نشاطه السياسي منذ عام 1984، ومنذ عام 95 أصبح عضواً بمجلس الشعب، ليتبنى منذ ذلك الحين مسؤوليات المواطن المصري، ويعمل على الارتقاء بالوطن ورفع مكانة مصر في الداخل والخارج. بدعوة شخصية مني، أهلا بكم في مصر، أهلا بكم، زوروا مصر وتحدثوا مع كل القوى السياسية، تحدثوا مع رجال الأعمال والاستثمار، تحدثوا مع الحكومة، تحدثوا مع البرلمانيين السابقين لتعرفوا منهم الحقيقة، وسوف تكونون فخورين بما يحدث اليوم في مصر. خارطة الطريق بدأت وأنارت الطريق للكل، وأصبح مثالاً يحتذى به في مصر، يحتذى به للدول الأخرى. أما على المستوى الدولي، فهو يلعب دوراً كبيراً وهاماً في توثيق التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين مصر وأوروبا، كرئيس للمجلس المصري الأوروبي الذي انتخب له في عام 2007، وبين مصر ودول البحر المتوسط كرئيس للبرلمان المتوسطي الذي انتخب له في عام 2010، والذي يضم في عضويته جميع دول البحر المتوسط ويقوم بمناقشة كافة القضايا الهامة من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء. وبحكم منصبه السياسي كرئيس شرفي للبرلمان الأورو متوسطي، شارك السيد أبو العنين في عدد من الفعاليات الدولية الهامة حول العالم، ومن أبرزها زيارته للولايات المتحدة في 2013 لاستعراض الأوضاع المصرية السياسية أمام الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.
ومشاركته بنشاط مكثف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي. هذا بالإضافة إلى مشاركته في أعمال الدورة العاشرة للبرلمان الأورومتوسطي التي عقدت في فبراير الماضي بالعاصمة الألبانية تيرانا، وبحضور 224 برلمانياً من 28 دولة حول البحر المتوسط. وتقديراً لسجله الحافل في دعم العمل البرلماني الدولي والإقليمي والاقتصادي والاجتماعي، كرمت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط السيد أبو العنين ومنحته جائزة التميز البرلماني ممثلاً عن جميع برلماني دول جنوب المتوسط، كما اختارته الجمعية سفيراً لها حول العالم وممثلاً دائماً لها لدى جامعة الدول العربية. وفي مارس الماضي اختاره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية مؤثرة في الوطن العربي، واستكمالاً لتاريخ طويل من العمل الوطني المميز، كان للسيد محمد أبو العنين دوراً كبيراً في كشف أبعاد المؤامرة في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وإيضاح الحقائق للمواطن المصري والإيطالي بعقد لقاءات هامة أثناء زيارته لروما مع كل من السياسي الإيطالي الشهير لوتشو باراني رئيس الكتلة الائتلافية للحزب الحاكم الإيطالي، والسناتور فرانشيسكو أموروزو عضو البرلمان الإيطالي والرئيس السابق للبرلمان الأورومتوسطي، حيث ناقش معهم العديد من الأمور والموضوعات الهامة التي تدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا وتقرب من وجهات النظر بين الجانبين وتكشف الحقائق للجميع. إن حقيقة أن شخص ما عثر على جثة في ذلك اليوم بالتحديد عندما كان هناك وفدا إيطاليا وفدا مصريا لتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية ودولية، هنا قاموا بإظهار الجثة لمنع الاتفاقيات والإيقاع بين الشعبين، وبالتالي فإن ذلك دليل على عدم دلوع الحكومة المصرية في هذه القضية، بل ربما تضررت الحكومة المصرية من هذا الفعل. فيتمتع السيد محمد أبو العنين رجل الأعمال المصري والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي بسجل حافل من النشاطات المميزة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والعمل البرلماني والاجتماعي، وتبقى أعماله الوطنية المميزة على مدار تاريخه الطويل واضحة للجميع.